خلينا في البداية طبعا نقول الحمد لله على السلامة. الله يسلم حضرتك، ميرسي. وتجربة كورونا، يعني كورونا عارف طبعا انا عذرة الناس اللي خافت، لكن طبعا مع ان احنا بنبات ونصحى على اخبار كورونا، وبنبات ونصحى على العداد اللي شغال في كل دول العالم من بين مصابين وما بين متعافين وما بين حالة وفاة، مع طبعا من ناحية تانية في قلق لانه لسه ما توصلش لعلاج قاطع لهذا الفيروس، وكل شويه نسمع ان هو بيتحور بياخد اشكال مختلفه وهكذا. اتعاملتي ازاي مع هذه التجربه؟ اولا اكتشفتي ازاي ان عندك اصابه؟ خليني اقول لحضرتك في البدايه ان الخوف ده رد فعل طبيعي من اي انسان. يمكن احنا في الاول لما في السوشيال ميديا كنا بنتكلم عليه او في الميديا بنتخيل ان الموضوع بعيد علينا شويه، لكن ساعه نقطه الحقيقه او دقيقه الحقيقه لما بنعرف ان احنا اتصابنا بيبقى في حقيقي خوف فعلا، لان هو طبعا شيء مجهول، ولان في وفيات كثيره احنا بنشوفها، فكل واحد ما بيبقاش عارف رد فعل جسمه ايه او رد فعل مناعته ايه. يمكن عشان انا طبيبه ويمكن بكتب مقالات في نفس الوقت، فانا كنت عارفه الاعراض او كنت عارفه بالظبط انت اتصبت. كان في الاول بيحصل انترسكشن او بعض من التشابه ما بين الاعراض الانفلونزا مع فيروس كورونا. في الاول بس جاني احتقان في الزور، فانا قلت اكيد ده انفلونزا مش كورونا. لكن بعد كده لما فقدت السمل والتيست اللي هي حاسه الشم والتذوق، كنت متاكده ساعتها ان انا بوزيتيف. بس في الاول الانسان بيمر بمراحل عده سايكولوجيا، يعني بالاول بيحاول ان هو يحتمي في مرحله الانكار، ان هو لا ده يمكن بس دور برد، ده يمكن حاجه دي بسيطه. دي المراحل على فكره الطبيعيه لاي صدمه، يعني حتى في التجارب الحياتيه. فيمكن انا مريت بنفس المراحل دي بالدنايل الاول وهي مرحله الانكار، ولكن بعد كده انا كنت خلاص متاكده لما عدى 4 ايام ان انا مش بشم بشكل طبيعي، او تقريبا 100% فقدت هذه الشم. درجه الحراره كمان ارتفعت؟ لا درجه الحراره ما ارتفعت في الاول، لكن هي دايما بتبقى البدايه خاصه في السلاله دي. ويمكن انا حابه انبه الساده المشاهدين ان احنا في مصر عندنا اكتر من 30 سلاله وكلهم ضعاف غير اللي موجودين في اوروبا وامريكا، ويمكن دي معلومه انا كنت عرفتها بعد كده. انا كنت بقرا في الملف ده كتير جدا، ولكن بعد لما اتصبت بدات اقرا بشكل متعمق عن كده. هل ده ليه ارتباط بطبيعه الجو؟ لا، هو ملوش ارتباط بطبيعة الجو. يمكن دي المعلومة اللي نفتها منظمة الصحة العالمية، انه ملوش علاقة. احنا برضو في الصيف وكان في اصابات بتزيد، وشفنا الذروة بتاعتنا حصلت في يونيو ويوليو اللي هم من المفروض ان هم اكثر الشهور الطقس بيكون فيهم حر جدا. فالحقيقة ان هو ملوش علاقة بالجو، ولكن هو في علاقة مترابطة جدا مع مناعة الانسان. خليني اقول لحضرتك انه يمكن انا يمكن لما اتصلت 105 انا كان ليا تجربة سيئة معاهم وتجربة جيدة في نفس الوقت. السيء هو طبعا الوقت بيبقى طويل جدا عبال ما حضرتك توصلي لاي حد من المتواجدين، وده طبعا متوقع. ولكن لما تواصلت مع حد عرفت ان ده السلاله الضعيفه اللي هو بتكون في اول عرض ان حضرتك بتفقدي الشم او التذوق او الاثنين طبعا في نفس الحاجه، لان هي حاسه واحده. يعني حضرتك دلوقتي بتنصحي ان اي حد يشك ان عنده فيروس كورونا يستنى الـ4 ايام يشوف الاعراض هتاخد شكل ايه؟ لا، على العكس تماما، هي الاعراض بتتفاقم ما بين اليوم السابع لليوم 11. ممكن كل الاوقات دي أو ممكن الأيام دي يكون كارير فيها أو مجرد حامل للفيروس.